ما تخص ملعب نادي الهلال اللي يصارع في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وهو متصدر حتى الآن، نشر حساب جامعة الملك سعود عن رغبتهم، أو إعلان جامعة الملك سعود عن رغبتها في تأجير أو استثمار الاستاد الرياضي بالجامعة، ووضعت شروط لذلك، أنه آخر موعد للإطلاع وسحب الشروط والمواصفات سيكون يوم الاثنين 27 من شهر رجب في الساعة 3 مساء، وعلى أن يكون تقديم العرض الاستثماري والضمان البنكي بظرف مغلق في موعد أقصاه يوم الأحد 3 من رمضان القادم، على أن يكون موعد فتح المظاريف الساعة 1 مساء من يوم الاثنين 4 من شهر رمضان المبارك القادم، وعلى الجهات الراغبة في استثمار أو تأجير الملعب أن يتقدم على الكراسة التي قيمتها تصل إلى 10,000 ريال، ويتم الاطلاع وشراء الكراسة الشروط والمواصفات من الإدارة العامة للمشتريات في المدينة الجامعية. الجدير بالذكر أن نادي الهلال استثمر ملعب نادي أو ملعب الجامعة على مدار 3 سنوات عن طريق الشركة المسوقة لنادي الهلال في الفترة السابقة، وهي شركة صلة. يسعدني